مشاهدينا السلام عليكم، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم غد الاثنين، وأيضا لكن يبقى الطقس حار نسبي إلى حار، وأيضا كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة بإذن الله ستؤثر على المملكة يوم الثلاثاء. مشاهدينا فاصل ونواصل. المناصير للزيوت والمحروقات LG، الرؤية الحديثة. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الحارة بدأت بالانحسار شرقا، وهناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة هي باللون الأحمر الفاتح تتقدم باتجاه المملكة لتسيطر على المملكة يوم الثلاثاء بإذن الله، وبالتالي هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة. لاحظ يوم الأربعاء معظم الألوان اللون المسيطر على المملكة هو اللون الأحمر، هذا تقريبا يمثل الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة والرطوبة. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة بسبب ارتفاع الرطوبة، وبالتالي درجة الحرارة التي يشعر بها الإنسان تكون أعلى مما هي عليه قليلا، لكن الصغرى المتوقعة بحدود 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، يوم غد الاثنين أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة معدل العظمى المتوقعة في عمان ما بين 32 إلى 34، والصغرى بحدود 21 درجة مئوية. الثلاثاء معدل العظمى ما بين 28 إلى 31، ومعدل الصغرى بحدود 19. كذلك يوم الأربعاء معدل العظمى ما بين 28 إلى 31، يعني راح الثلاثاء والأربعاء تكون الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وبالتالي بتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكن هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة تقريبا تعود إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. والصغرى المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء هي بحدود 19 درجة مئوية. إذا الأجواء في الليالي القادمة رايحة تكون ما بين لطيفة إلى معتدلة. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، في المناطق الشمالية أجواء تقريبا حارة نسبيا في إلى حارة، إربد 32 إلى 23، عجلون 33 إلى 20، جرش أجواء حارة نسبيا 35-21، المفرق حارة نسبيا 35 إلى 20 درجة مئوية. أما المناطق الوسطى أيضا الأجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة، لكن هناك انخفاض على درجات الحرارة وتخف وطأة الحر زي ما حكينا تدريجيا. البلقاء 33-20، مأدبة 32-21، عمان 32 إلى 34 العظمى، والصغرى بحدود 21. الزرقاء أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-21، البحر الميت أجواء حارة 38 إلى 28 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية أيضا الأجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة، الكرك 32-21، الطفيلة 31-21، والشراه 30 إلى 20، العقبة أجواء حارة 39 إلى 28، ومعان 38 إلى 25 درجة مئوية أجواء حارة. أما المناطق البادية الشرقية فهي أجواء حارة بامتياز، الأزرق 41 إلى 24، ومنطقة الصفاوي ورويشد أجواء حارة والعظمى المتوقعة 42 والصغرى 25 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG، الرؤية الحديثة. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر.
المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.